يرمون كل شيء معا. هذا جنوني. لا يجوز رمي كل شيء هنا. بالطبع لا. لا ينبغي وضعها هناك أبدا. كثير مما أراده الاتحاد الأوروبي ينفذ. لا شيء يعمل كما ينبغي، لا شيء. مفوضية الاتحاد الأوروبي ليست موجودة لتقرر ما إذا كان المشروع ناجحاً أم لا. نجاح المشروع يتم تقييمه من قبل الدول الأعضاء وليس من قبل المفوضية. لقد نجحنا في حل مشكلة النفايات التي طال أمدها في المنطقة. إنهم يعيشون في مكان آخر ولا يمكنهم تخيل العيش بجوار مكب نفايات. هذا هو الحال للأسف. أوه لا، هذا بالضبط ما كنت أخشاه. لقد تعطلنا. أحدهم لا يريدنا أن نرى هذا حقا. لا يوجد شخص بكامل قواه العقلية سيقبل تولي شؤون هذا النظام ويحاول إصلاحه. معظم النفايات لا يتم معالجتها ولا فرزها، بل ترمى هكذا ببساطة. هذا واضح. عشر عاماً، كل هذا الوقت احتاجته سلطات مقاطعة كلوج في رومانيا لبناء وتشغيل مركز إدارة النفايات الجديد هذا، والذي كان يفترض أن يحل محل المكب غير القانوني سيء السمعة باتاريت. أريد أن أعرف ما إذا كانت ملايين اليوروهات المحصلة من دافعي الضرائب الأوروبيين قد هدرت بالفعل هنا، أو ما إذا كان المكب الجديد بديلاً جيداً متأخراً لمكب باتاريت. فساد ربما لا. يمكنني من لقطات الطائرة المسيرة يوم زيارتي معرفة إن كان هناك خطأ ما فوراً. أول ما شاهدته هو إطار ضخم. الإطار هو مجرد واحد من الأسرار القذرة التي قد لا يريدنا المسؤولون، لا نحن ولا سوانا، أن نراها. تجاهل مشغل مكب النفايات طلبنا بالتصوير. هذا غريب، علماً أن المكب قد تم افتتاحه هذا العام فقط لمدينة كلوج نابوكا في رومانيا سمعة سيئة فيما يتعلق بمسألة القمامة. على بعد مئات الأمتار من مكب النفايات توجد مستوطنات صغيرة تعتبر مجتمعة أكبر مكان لتجميع القمامة في أوروبا. يعيش هنا أكثر من 1500 شخص من شعب الروما. بعضهم انتقل إلى هنا بدافع الضرورة للعمل في جمع القمامة، والبعض الآخر تم توطينه هنا قصراً. إنهم يشعرون يومياً بعواقب التخلص غير السليم من النفايات. هم يعيشون وسط هواء ملوث وتربة ملوثة وبدون مياه جارية في منازلهم، وهذا في وسط الاتحاد الأوروبي. بين 2014 و 2020 أنفق الاتحاد الأوروبي 318.2 مليون يورو في قطاع إدارة التخلص من النفايات في رومانيا، خصص معظمها لإغلاق مكبات نفايات قديمة كالمكب القديم في باتاريت. وفي كلوج وحدها استثمر الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 حوالي 40 مليون يورو في مشاريع التخلص من النفايات. تهدف أموال ما يسمى الصناديق الهيكلية إلى خلق معايير بيئية ومعيشية موحدة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي. فلورين، الذي يريد ذكر اسمه الأول فقط، عاش معظم حياته بجوار مكب النفايات القديم. عندما يهطل المطر تنبعث روائح كريهة لا تطاق، مصدرها مكب النفايات. كل شيء يصبح موحلا. غالبا ما يأتي الأطفال إلى المدرسة متسخين، ثم يضطرون إلى العودة لتنظيف أحذيتهم
لأن المدارس لا تسمح لهم بالدخول. هناك مشكلة أخرى وهي الأمراض التي نصاب بها مع مرور الوقت. منذ أن انتقلنا إلى هنا مات كثيرون، معظمهم جراء أمراض سرطانية لأن الهواء ملوث للغاية ومليء بالجراثيم. هل وصلتكم أموال الاتحاد الأوروبي؟ وهل شعرتم أن شيئاً ما قد تغير؟ لم ألاحظ أي شيء من هذا إطلاقاً، لأنه لم يتغير شيء بالنسبة لنا. وما أعنيه بذلك هو مستوى معيشتنا. الحياة صعبة جداً، لدينا القليل من المال ورواتبنا منخفضة للغاية. نحن نتجنب النظر إلى المكب. في السابق كان بمثابة وصمة عار لنا، وكنا نشعر ببعض الإحراج عندما نخبر أصدقائنا أو زملاء عملنا عن مكان إقامتنا، أو عندما ندعو شخصاً ما إلى منزلنا. يعمل فلورين كسائق شاحنة لجمع القمامة، ورأى كيف نمت مكبات النفايات في باتاريت. هذا هو المكان الذي ألقيت فيه القمامة لمدة 6 أو 7 أعوام على الأقل. في الأسفل حيث ينمو العشب الآن كان هناك مكب نفايات قديم تم إنشاؤه قبل ولادتي، وأنا الآن عمري 50 عاماً. هذا هو مكب باتاريت القديم كما كان يبدو في السابق. في مكان ما قريب من هنا يعيش فلورين. عندما انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 منحت البلاد مهلة حتى 2009 لإغلاق مكب النفايات، لكن السلطات لم تبدأ بإغلاقه إلا في عام 2015 بضغط من المفوضية الأوروبية. ولأن مركز إدارة النفايات الجديد لم يكتمل حينها، قرر تفريع كافة النفايات في مكب انتقالي جديد. أما المكب القديم فاستغرق تجديده 5 سنوات أخرى و3 سنوات إضافية حتى أبريل 2023، حتى تم الإعلان عن تشغيل المكب الجديد بكامل طاقته. والآن نعود إلى الإطار الذي ذكرته بداية، ولماذا يعد سراً قذراً؟ الإطارات المستعملة لا يمكن رميها ببساطة في مكبات النفايات ضمن الاتحاد الأوروبي، على غرار النفايات الخطرة والمواد القابلة للاشتعال والقمامة غير المعالجة. مجرد إلقاء القمامة هو أكثر أشكال التخلص من النفايات ضرراً. يسعى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035 إلى الحد من كمية ما يطمر في مكب نفايات إلى 10% فقط. في بعض بلدان شمال أوروبا لا تنتهي أي قمامة رسمياً في مكبات نفايات، لكن رومانيا بعيدة عن هذه الخطوة. ففي عام 2020 نقل أكثر من 50% من القمامة إلى مكب نفايات. كما تضم رومانيا أكبر عدد من المكبات غير القانونية في أوروبا، تقدر بما يزيد عن 13,000 مكب. مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت شكوى قضائية ضد رومانيا إلى محكمة العدل الأوروبية 2 لفشلها في إغلاق مقالب القمامة. كلوج نابوكا هي عاصمة مقاطعة كلوج، وهي مدينة مزدهرة اقتصادياً في منطقة ترانسلفانيا. وسط المدينة يبدو نظيفاً للغاية، ونرى هنا حاويات قمامة حديثة تفصل النفايات وتخزنها تحت الأرض. لننقل نظرة سريعة على قواعد القمامة في الاتحاد الأوروبي. الهدف الرئيسي هو الحد منها من خلال تقليل النفايات والتسميد وإعادة الاستخدام والتدوير. في رومانيا يبلغ معدل إعادة تدوير القمامة 14% فقط، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 49%. ما الخطأ الذي يحدث في كلوج؟ لمعرفة ذلك نتتبع مراحل التخلص من القمامة حتى وصولها إلى الحاويات. فإعادة تدوير القمامة يتطلب أولاً فصلها، ومن ثم جمعها بشكل منفصل.
نحن في منطقة سكنية في كلوج نابوكا. الانطباع الأول إيجابي، هنا يصطف الناس لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية، وهذا يحدث بشكل مستقل عن التخلص العام من القمامة. هناك تذاكر حافلة مجانية تعطى لقاء رمي الزجاجات هنا. نرى هنا أيضا حاويات مختلفة لأنواع مختلفة من القمامة. هل تفصلان القمامة؟ أحياناً وأحياناً لا، يكون ذلك منطقياً لأن نفس الشاحنة تحمل كل الأنواع، هذه ليست إعادة تدوير. شاحنة لكل أنواع القمامة. ثم حدث الأمر أمام أعيننا مباشرة، مكتوب على المركبة أن اليوم مخصص لجمع الورق، لكنهم يجمعون كل شيء آخر من الحاويات المختلفة. هل هذه حالة فردية؟ بعض عمال قمامة يخالفون القواعد أم أن الأمر منهجي؟ في وقت مبكر من صباح اليوم التالي التقينا بشاندور كوروشفي، إنه على اطلاع بما يحدث وكان يعمل في إدارة النفايات في مدينة رومانية أخرى، ولديه الآن شركة تدوير نفايات خاصة به، وهو كناشط يراقب بانتظام طرق جمع القمامة في كلوج. بعد بضع دقائق وجدنا أول شاحنة قمامة. هنا يمكن للأسف رؤية تفريغ القمامة من عدة حاويات من فئات مختلفة في نفس العربة. هذا يثبت عزيمة الأشخاص الذين يفصلون القمامة. قدنا سيارتنا إلى حي آخر ولحقنا بشاحنة قمامة. ماذا يحدث الآن؟ إنها مجدداً أنواع مختلفة من القمامة، أليس كذلك؟ نعم، أعتقد أنهم يرمون القمامة كلها بدون فرز، للأسف. أخبرني شاندور أنه يقوم بهذا العمل الاستقصائي لأنه لا يستطيع الوصول إلى بيانات حديثة، رغم أن المسؤولين عن جمع القمامة ملزمون بتحديثها. يقول شاندور أن دائرة حماية البيئة الرومانية تحتاج لعامين للتحقق من صحة البيانات ونشرها. خلال العقد الأخير لم يتغير شيء في موضوع إعادة التدوير. جمع النفايات المعاد تدويرها أكثر تكلفة حالياً من جمع النفايات المختلطة، لذا لا يوجد حافز حقيقي لفرزها. هل هذه هي المشكلة الرئيسية التي تعيق العمل؟ إنها واحدة من المشاكل. ما يزال الوعي ضئيلاً جداً بهذا الأمر، كما أن البنية التحتية مفقودة، بعض الحاويات مصنفة بشكل صحيح، أما هنا فلا. في توصيف مشروع الاتحاد الأوروبي شرح ما ينبغي إنفاقه من أموال ولأجل ماذا وبالتفصيل. 7820 خزان تجميع، 3 محطات نقل، طرق خدمية، 21,000 وحدة سماد فردية، 17 حاوية للنفايات الخطرة، 46 حاوية للنفايات الضخمة، محطة لفرز النفايات وأخرى لمعالجة النفايات الميكانيكية والبيولوجية، ومكب نفايات بمساحة 7.7 هكتار. رأينا أنه تم شراء وتسليم بعض هذه المعدات على الأقل، فما الخطأ إذن؟ التقيت مجدداً مع شاندور كوروشفاي و3 نشطاء بيئة آخرين يتابعون منذ سنوات ما يحدث مع القمامة في كلوج. يبدو لي أن الكثير مما أراده الاتحاد الأوروبي قد حقق. لا لا
لكن على الأقل على الورق حاويات القمامة هذه اشتروها ووضعوها للخدمة. لا شيء يعمل كما ينبغي أن يعمل، لا يوجد شيء واحد تم تنفيذه بشكل صحيح. مكب النفايات يعمل بشكل سيء، وكذلك فصل النفايات وجمع القمامة وطريقة توظيف الحاويات والنقل، كل شيء يعمل بشكل سيء. ما الذي ترين أنه يعمل وينفذ بشكل صحيح؟ شاهدنا مجددا صورا لمكب النفايات الجديد، التقطت بالاستعانة بطائرات مسيرة. يرى الناشطون أن هذا المكب قد امتلأ بشكل أسرع بكثير مما ينبغي خلال الأسابيع الأخيرة، ويعتقدون أنها مسألة وقت فقط قبل أن تواجه كلوج مجددا أزمة قمامة كبيرة. إنه أسوأ من آخر مرة راقبنا فيها المكب من طائرة مسيرة. لقد حصلنا على بعض مقاطع الفيديو وتمكننا من رؤية بضعة أشياء كبيرة، لكنها لم تكن قريبة ومفصلة. أصبح الأمر الآن أسوأ قليلا مما كنا نعتقد ومما رأيناه من قبل. هذا ليس خطأ مؤقتا، بل عمل ممنهج وممارسة شائعة هناك. هذا ما يبدو جليا في المنطقة المليئة بالقمامة غير المعالجة غير المفرزة. إذا بدأ جبل القمامة في الانزلاق يصبح مكب النفايات بأكمله غير صالح للاستخدام، فأين ستذهب حينها المدينة بالقمامة؟ معظم النفايات لا تعالج ولا تفرز، يرمونها هناك فحسب. يوثق النشطاء ملاحظاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عملهم نادرا ما يصل إلى الرأي العام ووسائل الإعلام. هذه المجموعة على فيسبوك هي التغطية الإعلامية المحلية. هنا في مدينتنا يوجد نقص في وسائل الإعلام المناسبة. الجميع تخلى عن تقديم التقارير بشكل صحيح. لا يوجد اهتمام ولا كفاءة في هذا المجال. ربما يدفع للأشخاص كي يتوقفوا عن الإبلاغ. نحاول تقديم التقارير بطريقة متوازنة، لكن الوحيدين الذين يتحدثون إلينا هم النشطاء، لذا يصعب إظهار جانبي القصة. هناك جانبان، لكن تمثيل الجانب الآخر صعب. اتصلنا بجميع المسؤولين عن القمامة في كلوج للوصول إلى مركز إدارة النفايات الجديد ومواجهتهم بما رأيناه. لم نتلق رداً من شركة جمع النفايات سوبركوم أو وزارة الاستثمارات الأوروبية في رومانيا حتى إعداد هذا التقرير. جمعية إدارة النفايات المحلية ردت بخطاب شرحت فيه أنه عند حدوث أوجه قصور تشغيلية في مركز إدارة النفايات، فإنه يتم إصدار إشعارات تصحيحية وفرض عقوبات. ما من مسؤول سياسي يريد التحدث معي شخصياً. لكن بعد ذلك حصلت على موعد مع إدارة المنطقة، وهي مسؤولة عن تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي. رئيس مجلس المنطقة اعتذر عن الموعد، لكن المتحدث الصحفي ألين يوغا أجاب على أسئلتي. لقد نجحنا في حل مشكلة القمامة التي طال أمدها في المنطقة. أغلقنا جميع مكبات النفايات العامة غير المتوافقة مع التعليمات، وافتتحنا مكب النفايات الجديدة ومركز إدارة النفايات المدمج. هذا نجاح واضح، كما كلفنا شركة بجمع القمامة وهي تؤدي عملها جيدا، وسلمنا إدارة مركز النفايات. إنها دائرة عمل متكاملة. تأكدنا من أن القمامة في كلوج لم تخضع لإعادة التدوير ولا للفرز حتى الآن، لكن هذين الهدفين مهمان بحسب تعليمات الاتحاد الأوروبي. ألا يقلقكم هذا بصفتكم إدارة المنطقة؟ قد تكون هناك بعض المشاكل الفردية، لكن بالتأكيد لا توجد مشكلة منهجية، وهذا ما أقوله كمواطن. الأمر المؤكد هو أن جزءاً كبيراً من النفايات يجمع ويعالج بشكل منفصل. هل ذهبت إلى موقع المكب الجديد ونظرت إلى النفايات؟
أنا شخصياً كنت في الموقع خلال عدة مراحل من تنفيذ المشروع، ولكن ليس بعد بدء التشغيل، أي ليس في الآونة الأخيرة. بصفتكم مسؤولين عن مقاطعة كلوج، ألا يهمكم أن يكون هناك نظام فعال لإدارة النفايات؟ مجلس المنطقة ليس هيئة مراقبة، نحن نقوم بما تعهدنا القيام به في إطار المشاريع والعقود المبرمة أو ما يلزمنا به القانون، لكن ليس من واجبنا فرض ذلك على المؤسسات الخاصة أو العامة الأخرى. أنا مندهشة من تكراره أمام الكاميرا أنهم يسمونه ناجحاً وأن نظام إدارة النفايات يعمل بشكل صحيح، لم أتوقع ذلك. والآن أريد حقاً أن أعرف ما الذي يحدث بالفعل في مركز إعادة تدوير النفايات. أراد الناشط إشتفان شبوكاتش أخذنا إلى هناك، لكنه حذرنا من أننا لن نسلك الطريق العام. هذا بالضبط ما كنت أخشاه، على الأرجح انتهى الأمر. أحدهم لا يريد أن نرى هذا حقا. لا أعتقد أن هذا سينجح. شخص ما فعل ذلك عمداً حتى لا نصل. الحفرة جديدة، فالعشب لم ينمو فوقها بعد. تم تشغيل مركز معالجة النفايات منذ أبريل 2023. يأتي إشتفان إلى هنا بانتظام لمعرفة ما إذا كان هناك أي تقدم. عادة تنزل شاحنات القمامة على طول الطريق، وبعدها تصعد إلى التل، ثم يجب أن تذهب إلى ذلك الموقع، ويجب أن تكون أشرطة النقل موجودة هناك. بعدها يجري تمرير كل شيء من خلال مصفات، وما يبقى بعد الغربلة هو النفايات الصغيرة كالتراب مثلا، هنا يمكن إيداعه، ومن ثم علينا أن نرى ما إذا كان له نفس البنية في مكب النفايات، فإذا كانت هناك أجزاء أكبر فهذا سيء. لا نستطيع إلقاء نظرة داخل المبنى، لكننا متأكدون من أن جزءاً من القمامة تمت معالجته حقاً، لكنه مجرد جزء ضئيل، فالنفايات غير المفرزة ينتهي بها المطاف إلى المكب. ما الذي يمكنك قوله للمفوضية؟ عليهم أن يخجلوا من أنفسهم، لأنهم يعرفون كل شيء ولا يفعلون شيئاً. حان الوقت للتحدث مع شخص ما من المفوضية الأوروبية. لدي موعد مع المتحدث باسم السياسة الإقليمية في المفوضية، ستيفان دو كيرسماكر، وهو مسؤول أيضاً عن المشروع في كلوج. حتى الآن تم تنفيذ المشروع بنسبة 95% تقريباً، نتوقع أن يكتمل بحلول نهاية ديسمبر المقبل. هناك تأخيرات، لكننا نرى أن معدل التنفيذ يزداد بقوة حالياً. كيف يتم الحكم على ذلك؟ ما المعايير التي تدل على نسبة 95% من التنفيذ؟ رأينا أنه لا يتم فرز القمامة في الموقع، وأن هناك مركبات من المفترض أن تجمع الورق والبلاستيك فقط، لكننا صورناها وهي تجمع كل القمامة معا. لقد كنا أيضا في المكب الجديد ورأينا نفايات تلقى هناك من دون معالجة. أليست هذه علامات على أن المشروع لا يعمل كما تم التخطيط له أصلاً؟ من المهم معرفة أننا كمفوضية نتفق على المؤشرات والأهداف مع الدول الأعضاء، لكن هذه أهداف على مستوى البلدان أو الأقاليم. هذه الأهداف والمؤشرات يجب أن تطبقها الدول الأعضاء في المشاريع المختلفة. لذا أقول إن مسؤولية الإدارة ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع هي واجب الدول الأعضاء.
إذن كنت أرى أن النفايات لا تفصل ولا يعاد تدويرها، فلماذا لا يكون ذلك من أهداف البرنامج؟ لماذا تم تحديد أشياء مثل شراء حاويات النفايات في المشروع؟ أي أشياء أكثر تقنية؟ إذا لم يتم استخدام المعدات بشكل صحيح فلن تتحقق الأهداف، هذا واضح، لكن استخدام المعدات ليس هدفاً في حد ذاته. الهدف هو أن تكون لدينا أنظمة تعمل بشكل جيد، أنظمة فعالة لمعالجة النفايات، وأنظمة فعالة لإعادة تدوير النفايات والتخلص منها. تلك هي الأهداف التي نركز عليها. ولماذا لا نقول إن المشروع ككل لا يمكن اعتباره ناجحاً إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح؟ لا أستطيع التعليق على هذا المشروع بالذات في الوقت الحالي. كما أوضحت لك، المشاريع تدار من قبل الدول الأعضاء. المفوضية لا تدير المشاريع، نحن لا نتابع كل مشروع على حدة. وقد مولنا مؤخرا في إطار سياسة التضامن أكثر من 1.5 مليون مشروع، وجميعها تدار من قبل الدول الأعضاء. أشعر بخيبة أمل قليلاً. أعتقدت أنه سيقول شيئاً عن مشروعين على الأقل بدل تقديم إجابات عامة فقط. أستطيع أن أفهم أنهم يديرون الكثير من المشاريع وربما لا تكون جميعها ملحة بنفس القدر، لكنني بدأت أفكر من يهتم بالأمر أصلاً. كل من تحدثنا إليهم قالوا بما معناه نحن لسنا مسؤولين، اسألوا الآخرين. لو كانت تلك أموالهم الخاصة فلن يكونوا غير مبالين بطريقة صرفها، لكن هذا كله من أموالنا مما ندفعه كضرائب. عودة إلى باتريت لدى إشتفان شبوكاتش، خطة جديدة. في كل مرة آتي إلى هنا للتصوير أرى شاحنات القمامة لا تصعد بل تلقي فضلاتها فحسب. أريد تثبيت هذه الكاميرا، إنها تعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها التصوير بدون توقف. عندها أستطيع معرفة عدد الشاحنات التي تصل إلى المنشأة. إذا أخفيتها جيدا فسيكون لدي خلال أسبوع لقطات دقيقة، ويمكنني إثبات عدد الشاحنات التي كانت هناك وعدد الشاحنات التي عادت أدراجها. لنرى كيف تعمل. يريد إشتفان والناشطون الآخرون تقديم شكوى إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال واختصاره أولاف، والمطالبة بإجراء تحقيق رسمي في إدارة النفايات في كلوج، لكن إشتفان لا يتوقع حدوث الكثير. طالما بقيت أوروبا راضية ومكتفية بالتوثيق الرقمي فلن تواجه رومانيا أي مشكلة في إعداد تقارير جميلة ومرضية. لم أتمكن من تحديد المسؤول عن الفوضى، لكن ربما كانت هذه هي المشكلة الرئيسية. ففي شبكة الاتحاد الأوروبي المتشعبة يتحمل كل طرف جزءا من المسؤولية فقط، ولا أحد يتحمل المسؤولية كاملة. وما يبدو مفقودا في خضم كل ذلك هو الصورة الشاملة.